افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج معرض ديارنا بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي، والذي يستمر حتى منتصف أغسطس الجاري. وقالت القباج إن الوزارة تخطو خطواتها الأولى نحو عودة نشاط معارض ديارنا مرة أخرى بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا، كما أنها تعيد نشاطها في معارض الأسر المنتجة من خلال إقامة عدد من المعارض خلال الأشهر القادمة. ولفتت القباج إلى أن المعرض يقام على مساحة 600 متر ويشارك فيه 37 عارضاً من الأسر المنتجة المقيدة بالوزارة يمثلون 9 محافظات.